بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سوف نتعرض مع بعض للمحاضرة الثالثة في مقرر أساسيات نظرية الخطر والتأمين للفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة القاهرة. المحاضرة الثالثة هنتكلم فيها النهاردة عن إدارة الأخطار. إدارة الأخطار هو الجزء الأخير في الجزء الأول من المقرر وهو الخطر. بس قبل ما نتعرض للمحاضرة رقم 3 بنقول على عجلة كده وباختصار شديد اللي أخدناه في المحاضرة الثانية اللي فاتت. كنا بنتكلم على قياس الأخطار في المحاضرة اللي فاتت وتعرضنا لأدوات القياس وقلنا هي تشمل درجة الخطر واحتمال تحقق الخسارة وحجم الخسارة المتوقعة وتوقع الخسارة. قلنا في درجة الخطر هي مقياس معنوي، درجة الخطر هي مقياس معنوي من الصعب قياسه كميا. وقلنا كمان إنما عندما يصل الفرد إلى قناعة معينة باتخاذ قرار ما فمعنى ذلك أن درجة الخطر وصلت عند هذا الشخص، أو درجة الخطر المصاحبة لهذا القرار وصلت عند هذا الشخص لأقل حد ممكن، عشان كده خد قرار. ده اللي احنا تعرضنا ليه باختصار شديد في درجة خطر. وبعدين قلنا احتمال تحقق الحادث هو مقياس مادي من السهل قياسه كميا، بنقيسه بالأرقام والأعداد والنسب. ويوجد منه نوعين اتنين، احتمال نظري رياضي واحتمال تجريبي عملي. وان الاحتمال النظري الرياضي هو الذي يمكن إدراك وتحديد قيمته رياضيا في الحال باستخدام قواعد معينة، والاحتمال التجريبي العملي هو الذي لا يمكن إدراك وتحديد قيمته إلا بعد إجراء التجربة. التجربة اللي هي بتبقى عبارة عن فترة ملاحظة ثم تدوين النتائج والمشاهدات. ده احتمال التجريبي العملي هو الذي لا يمكن إدراك وتحديد قيمته إلا بعد إجراء التجربة، والتجربة هنا هي فترة ملاحظة، بنحط الناس تحت الملاحظة لمدة معينة ونسجل النتائج والمشاهدات. وبعدين عايزين نحسب الاحتمال، نجيب من النتائج اللي توصلنا إليها ونحسب، نكتب القاعدة العامة لحساب الاحتمال اللي هو عدد الحالات الموافقة على عدد الحالات الكلية، ونعوض في القانون ده ويطلع الاحتمالات اللي احنا عايزينها. وقلنا الاحتمالات التجريبية تنقسم فيها برضو نوعين اتنين، احتمال من حيث وقت تحقق الاحتمال أو وقت حساب الاحتمال، في احتمالات تقديرية أي متوقعة، وفي احتمالات فعلية أي حقيقية أو محققة. الاحتمالات التجريبية العملية يوجد منها نوعين، النوع الأول احتمالات تقديرية أو متوقعة، والنوع الثاني احتمالات فعلية أو محققة. وهنا اللي بيربط بين النوعين الاحتمال دول، الاحتمال الفعلي والاحتمال المتوقع، قانون هام جدا في التأمين اسمه قانون الأعداد الكبيرة في التأمين، اللي سميناه قلنا إن هو روح التأمين وهو العمود الفقري لنجاح أي نشاط تأميني واستمرار نجاحه. يعني أي نشاط تأميني لم يتوافر فيه الأعداد الكبيرة هيفشل، يعني هيفشل إن آجلا أو عاجلا. أما النشاط التأميني اللي بيتوافر فيه قانون الأعداد الكبيرة هينجح ويكتب له الاستمرار في النجاح. وقلنا أن قانون الأعداد الكبيرة بيقول الآتي، كلما زادت عدد الوحدات المعرضة للخطر زيادة كبيرة جدا، كلما اقترب الاحتمال الفعلي من الاحتمال المتوقع حتى يكاد أن ينطبق عليه. وبعد ما تعرضنا للاحتمالات بالشكل ده قلنا في علاقة تربط بين درجة الخطر واحتمال تحقق الخسارة. من خلال رسم بياني كده، رسمنا رسم بياني محور أفق بنحدد عليه احتمالات تحقق الخسارة، ومحور أفق رأسي بنحدد عليه درجات الخطر. ورسمنا الرسم البياني أو الشكل البياني كان عبارة عن مثلثين، مثلثين اتنين، مثلث جهة اليسار اللي هو الإقدام على اتخاذ القرار، ومثلث جهة اليمين الامتناع عن اتخاذ القرار. وقلنا في قطاع القرارات الموجبة
عند احتمال تحقق الحادث صفر، تكون درجة الخطورة صفر. ومنطقنا الكلام ده، قول له كلام منطقي وقلنا السبب ايه، وقلنا كل ما بيزيد الاحتمال عن الصفر كلما تزداد درجة الخطر، كل ما بيزيد الاحتمال عن الصفر كلما تزداد درجة الخطر حتى تصل إلى أقصاها 100% عند احتمال تحقق حادث 50%. وقلنا ده كلام منطقي ومنطقنا الكلام ده ووضحناه وفسرناه، وقلنا العلاقة هنا بينهم الاتنين اللي هي درجة الخطر واحتمال تحقق الخسارة علاقة طردية، لأن نقول كل ما بيزيد كل ما بيزيد. أما في القطاع الآخر اللي هو قطاع القرارات السالبة أي الامتناع عن اتخاذ القرار، بنقول إن كل ما بيزيد الاحتمال عن 50% كلما تقل درجة الخطورة، كل ما بيزيد الاحتمال عن 50% كلما تقل درجة الخطورة حتى تصل إلى أدنى صفر عند احتمال تحقق حادث 100%. وقلنا أيضا هذا الكلام منطقي ووضحناه وشرحناه وفسرناه في المحاضرة اللي فاتت. وتبقى العلاقة هنا في قطاع القرارات السالبة، العلاقة بين الاحتمال ودرجة خطر علاقة عكسية، لأن احنا كنا بنقول هو كل ما بيزيد الاحتمال عن 50% كل ما بتقل درجة الخطر، كل ما بيزيد كل ما بتقل، يبقى علاقة عكسية. وبعد كده انتقلنا إلى حجم الخسارة المتوقعة ثم توقع الخسارة، وانتهينا من المحاضرة اللي فاتت. والآن هنبدأ في المحاضرة رقم 3 اللي هي إدارة الأخطار. إدارة الأخطار يعني إيه؟ كيف نتعامل مع الأخطار؟ الأخطار موجودة في حياتنا سواء قبلنا أو رفضنا، الأخطار موجودة موجودة. فإحنا في إدارة الأخطار بنقول كيف نتعامل مع الأخطار الموجودة في حياتنا دي، كيف نستعد لمواجهة الخطر قبل تحققه، فيما يعرف علميا بإدارة الأخطار. فإحنا هنقول هنا من المعروف أن الإنسان يسعى دائما إلى توفير الوسائل التي تكفل له ولأسرته الأمان في حياته وبعدها، والكلام ده من قديم الزمن. والسعي في تحقيق ذلك مهما كانت تكلفته يعتبر من أعلى درجات الرقي الفردي والجماعي. ليه؟ لأنه يعمل على الحفاظ على التراث الإنساني الذي هو ناتج الثقافات والجهود المتعاقبة، إلى جانب محافظته على العنصر البشري في حد ذاته. ده اللي الإنسان دايما وأبدا بيسعى إلى تحقيقه مهما كلفه ذلك من تكاليف، فهو يعتبر نوع من أنواع الرقي الفردي والجماعي وأيضا العالمي. وإدارة الأخطار اللي هي معنى يعني إزاي نتعامل مع الأخطار، كيف نستعد لمواجهة الأخطار قبل تحققها، نجد أن هناك بدائل أو سياسات معينة للتعامل مع الأخطار. قبل ما ندخل في هذه السياسات أو بدائل التعامل مع الأخطار، هنعرف الأول يعني إيه إدارة الأخطار. إدارة الأخطار هي اختيار أنسب السياسات أو البدائل. ده معناه ان في بدائل، في سياسات للتعامل مع الاخطار. فاحنا في اداره الاخطار بنعمل ايه؟ بنختار انسب السياسات او البدائل للتعامل مع كل خطر من الاخطار وفقا لمعيار علمي سليم. يعني انا مش بختار اي بديل كده ارتجالي، يعني انا بقول انا عندي بدائل للتعامل مع الاخطار، عندي سياسات للتعامل مع الاخطار، هختار منها بديل معين، اختاره ارتجالي؟ لا، اختاره وفقا لمعيار علمي سليم، وليكن معيار القيمة المتوقعة للخسارة في ظل كل بديل من البدائل. يعني انا احسب القيمة المتوقعة للخسارة في ظل البديل الاول من بدائل التعامل مع الاخطار،
وأحسب القيمة المتوقعة للخسارة في ظل البديل التالي من بدائل التعامل مع الأخطار، وأحسب القيمة المتوقعة للخسارة في ظل البديل الثالث والرابع وهكذا، واختار أقل قيمة متوقعة للخسائر وأقول هو البديل ده أفضل السياسات للتعامل مع هذا الخطر. يبقى إدارة الأخطار معناها اختيار أنسب السياسات أو البدائل للتعامل مع كل خطر من الأخطار، واختارها إزاي؟ وفقا لمعيار علمي سليم، وليكن معيار القيمة المتوقعة للخسارة، وذلك بهدف التحكم في فرص تحقق الأخطار ودرجة شدتها. يعني أنا بعمل الحاجة دي عشان أتحكم في عدد مرات وقوع الأخطار والخسائر الناتجة عنها اللي هي درجة شدتها. كل ده بيحصل في ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة لكل من المشروع المعرض للخطر والشخص متخذ القرار في هذا المجال، وهو مجال إدارة الأخطار، والذي يعرف بمدير الخطر. تاني باختصار شديد هنقول يعني إيه إدارة الخطر أو إدارة الأخطار. هي اختيار أنسب السياسات أو البدائل للتعامل مع كل خطر من الأخطار وفقا لمعيار علمي سليم، وليكن معيار القيمة المتوقعة للخسارة في ظل كل بديل من البدائل. كل ده بهدف التحكم في فرص تحقق الأخطار ودرجة شدتها، أي نتحكم في عدد مرات وقوع الأخطار والخسائر الناتجة عنها. كل ده بيتم في ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة لكل من المشروع المعرض للخطر والشخص متخذ القرار في هذا المجال اللي هو مجال إدارة الأخطار، والذي يعرف بمدير الخطر. بعد كده احنا اخر حاجة وصلنا لها في التعريف مدير الخطر. عايزين نعرف يعني ايه مدير الخطر وما هي مهام وواجبات مدير الخطر. مدير الخطر هو عبارة عن ايه؟ الشخص او الهيئة التي تأخذ على عاتقها مسؤولية التفكير في الأخطار مع إبداء النصح والمشورة في الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأخطار. لما أقول هو الشخص يبقى هو مدير الخطر، أو الهيئة تبقى هي هيئة إدارة الأخطار أو إدارة الأخطار في المشروع. يبقى مدير الخطر هو الشخص أو الهيئة التي تأخذ على عاتقها مسؤولية التفكير في الأخطار مع إبداء النصح والمشورة في الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأخطار. وأصبحت وظيفة مدير الخطر في المشروعات الكبرى لا تقل أهمية عن وظيفة المدير المالي في أي مشروع، ولذلك أصبحت وظيفة إدارة الأخطار إحدى الوظائف الإدارية الهامة بالمشروع. ثم هنتناول الآن مهام وواجبات مدير. بعد ما عرفنا إيه هو مدير الخطر، هنتكلم في مهام وواجبات مدير الخطر. نجد أن هذه المهام تتمثل في الآتي: اكتشاف الأخطار في كل موقع من مواقع العمل. ومعرفة مسبباتها تمهيدا لطرح طرق للعلاج. يعني مش يكتشف الأخطار وبس، لا، ده بيكتشف الأخطار ويعرف أسباب وقوعها إيه عشان يطرح طرق للعلاج. يبقى أول مهمة من مهام مدير الخطر هي اكتشاف الأخطار في كل موقع من مواقع العمل في المشروع، ومعرفة مسبباتها تمهيدا لطرح طرق للعلاج.
يعالج ازاي الحاجات دي. النقطة التانية في مهام وواجبات مدير الخطر تقييم تأثير الأخطار بالنسبة للممتلكات والأشخاص في حالة تحققها، أي ما يعرف بتحليل الأخطار. يبقى المهمة التانية هي تحليل الأخطار، وذلك عن طريق معرفة تأثير الأخطار على أشخاص وممتلكات المشروع. الخطوة المهمة الثالثة من مهام مدير الخطر هي قياس الأخطار، قياس الأخطار وذلك عن طريق تحديد الدالة الاحتمالية لخسائر كل خطر من الأخطار، حتى يمكن استخدامها في التنبؤ بسلوك الخطر مستقبلا استعدادا لمواجهته. يبقى المهمة الثالثة في مهام وواجبات مدير الخطر هي قياس الأخطار عن طريق تحديد الدالة الاحتمالية لخسائر كل خطر من الأخطار، واستخدامها في التنبؤ بسلوك الخطر مستقبلا استعدادا لمواجهته. المهمة الرابعة والأخيرة هي اختيار أفضل الأساليب أو أفضل السياسات تأثيرا وملائمة للتعامل مع كل خطر من الأخطار. اختيار أفضل السياسات أو البدائل، لأن أنا عندي في مجال إدارة الخطر عدة سياسات بستخدمها للتعامل مع الأخطار، أختار البديل الأمثل وفقا لمعيار علمي سليم. بعد كده هنتعرض لطرق إدارة الأخطار، طرق إدارة الأخطار اللي هي بتشمل الآتي أو بنسميها سياسات إدارة الأخطار. بنقول إن سياسات إدارة الخطر بتتعدد وتتنوع بتنوع الأخطار، ويصعب وضع سياسة مثلى لإدارة خطر معين تطبق في جميع الحالات، كما يصعب حصر جميع السياسات التي يمكن استخدامها في إدارة الأخطار، وذلك لتعددها واختلاطها مع بعضها البعض. والآن سوف نعرض سياسات إدارة الأخطار، أو بنقول للسهولة نضع سياسات إدارة الخطر في ثلاث مجموعات، هي سياسة افتراض الخطر، وسياسة نقل الخطر، وسياسة تخفيض الخطر، وتشمل السياسات أو البدائل الآتية. سياسة التأمين، أول حاجة، أول سياسة من سياسات إدارة الخطر سياسة التأمين. الطريقة الثانية من طرق إدارة الأخطار سياسة افتراض الخطر، وهناخدها بطريقتين، افتراض الخطر بدون تخطيط سابق، وافتراض الخطر مع التخطيط السابق. وبعد كده هناخد سياسة الوقاية والتحكم في قيمة الخسارة، أو الوقاية والتحكم في الأخطار وخسائرها. آخر طريقة سياسة نقل الخطر لغير شركات التأمين، سياسة نقل الخطر لغير شركات التأمين. نرجع بقى تاني وناخد السياسات واحدة واحدة من الأول ونشرحهم بالتفصيل. أولا سياسة التأمين، بنقول سياسة التأمين هي أكثر السياسات استخداما للتعامل مع الأخطار، أكثر السياسات انتشارا واستخداما في التعامل مع الأخطار على مستوى مختلف كل دول العالم، ودي بنستخدمها لمواجهة الأخطار الاقتصادية البحتة، لدرجة أنه أصبح التأمين علم وتخصص يدرس في كل الجامعات والمعاهد العليا في جميع دول العالم. وإذا تم اختيار سياسة التأمين من جانب مدير الخطر في المشروع كوسيلة للتعامل مع الأخطار،
في هذا المشروع يجب عليه أن يركز على النقاط الآتية: اختيار المؤمن المثالي الذي يتمتع بسمعة مالية تأمينية طيبة في سوق التأمين في الدولة. يبقى على الشخص إذا تم اختيار سياسة التأمين من جانب مدير الخطر للتعاون مع الأخطار مع أخطار المشروع، فيجب عليه أن يركز على النقاط الآتية: أول حاجة اختيار المؤمن المثالي أو شركة التأمين المثالية التي تتمتع بسمعة مالية تأمينية طيبة في سوق التأمين في الدولة اللي موجودة فيها. بعد كده استخدام الخبرة في اختيار التغطية التأمينية المناسبة لكل خطر من الأخطار. استخدام الخبرة من جانب مدير الخطر في اختيار التغطية التأمينية المناسبة لكل خطر من الأخطار. وبعد كده التفاوض مع الفنيين المسؤولين الموجودين في شركات التأمين حول شروط وثيقة التأمين. قد تثمر هذه المفاوضات عن شروط تأمينية أفضل أو تثمر عن خصومات. يبقى المفروض مدير الخطر يعمل تفاوض مع الفنيين في شركات التأمين فيما يتعلق بشروط عقد التأمين، ربما قد تثمر هذه المفاوضات عن شروط وأسعار تأمينية أفضل. النقطة اللي بعد كده نشر المعلومات عن البرنامج التأميني والتغطيات التأمينية لدى كل العاملين بالمشروع. لابد من نشر البرنامج التأميني والتغطيات التأمينية اللي تم الاتفاق عليها لدى كل العاملين بالمشروع. وبعدين آخر حاجة المتابعة الدورية المستمرة من جانب مدير الخطر لبرنامج التأمين الذي تم اختياره. ربما هذه المتابعة قد تثمر على أن هذا البرنامج ليس هو البرنامج الأمثل، فيقوم يغير نحو الأفضلية والأمثلية. أما إذا أثبتت المتابعة أن البرنامج التأميني اللي اختاره ده هو الأفضل يبقي عليه، إنما قد تثمر المتابعة عن أن البرنامج التأميني اللي اختاره ده مش هو الأفضل، مش هو البرنامج الأمثل، يقوم يغير نحو الأفضلية والأمثلية. دي النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما يقرر مدير الخطر اختيار سياسة التأمين للتعامل مع أخطار المشروع. هذه السياسة لها إيجابيات ولها أيضا سلبيات. الإيجابيات بتاعتها تتمثل في الآتي: إنه في حال تحقق الأخطار والخسائر يتم تعويض الخسائر مباشرة من جانب شركات التأمين. احنا عملنا تأمين او استخدمنا سياسة التأمين للتعامل مع أخطار المشروع، ففي حال تحقق الأخطار يتم تعويض الخسائر مباشرة من جانب شركة التأمين، بما يساعد المشروع على الاستمرارية في العمل. الإيجابية الثانية تخفيض الخطر وحالة عدم التأكد لدى العاملين ومتخذ القرار في المشروع، مما قد يؤثر على زيادة إنتاجية هؤلاء العاملين واتخاذ قرارات اقتصادية سليمة لمصلحة المشروع. لما بنخفض الخطر، لما الناس العاملين يبقوا عارفين إن في تأمين بيغطيهم، يتم تخفيض الخطر عندهم، وده بيساعد على زيادة الإنتاجية لهؤلاء العاملين ويمكنهم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة لمصلحة المشروع. الإيجابية الثالثة إن شركات التأمين تعتبر جهة متخصصة في التعامل مع الأخطار، لذلك يمكن استفادة المشروع من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات في مجال التعامل مع الأخطار، والتي تتضمن اكتشاف الأخطار وطرق الوقاية والتحكم في خسائرها من ناحية أخرى. دي إيجابيات سياسة التأمين. أما السلبيات
فنجدها تشمل الآتي: تكلفة التأمين أو قسط التأمين قد تكون مرتفعة نسبيا، تكلفة التأمين أي قسطه قد يكون مرتفع نسبيا بالقياس بتكلفة السياسات الأخرى. السلبية الثانية إن إحنا بنخصص وقت وجهد ليس باليسير من جانب مدير الخطر بالمشروع لمناقشة والمفاوضة مع المسؤولين الفنيين بشركات التأمين حول شروط وثائق التأمين. يبقى السلبية الثانية تخصيص وقت وجهد ليس باليسير من جانب مدير الخطر لمناقشة ومفاوضة شروط الوثيقة مع الفنيين في شركات التأمين. بعد كده السلبية اللي بعد كده الإهمال المتوقع من جانب مدير الخطر. ليه؟ إحنا عملنا تأمين بقى، إحنا عملنا تأمين على المشروع على أشخاص وممتلكات المشروع، فيقوم مدير الخطر يتقاعس عن أداء دوره ومهامه السابق الإشارة إليها اعتمادا منه على التأمين. لما يحصل حاجة في شركة تأمين هتعوض، فإحنا بنقول ممكن مع استخدام سياسة التأمين يحصل إهمال من جانب مدير الخطر بالمشروع لمسؤولياته تجاه برنامج الوقاية والتحكم في الخسائر اعتمادا منه على وجود التأمين. كده يبقى تعرضنا لسياسة التأمين وإيجابياتها وسلبياتها، وعرفنا في الأول إنه إذا قرر مدير الخطر اختيار سياسة التأمين للتعامل مع الأخطار عليه أن يركز على نقاط معينة اللي هو اختيار المؤمن المثالي الذي يتمتع بسمعة مالية تأمينية طيبة في سوق التأمين، ثم اختيار المؤمن المثالي واختيار والتفاوض مع الفنيين في شركات التأمين حول شروط وثيقة التأمين قد تثمر هذه المفاوضات عن أسعار تأمينية أفضل، وأيضا من ضمن النقاط المهمة أيضا نشر المعلومات عن البرنامج التأميني والتغطيات التأمينية الموجودة بالمشروع لدى كل العاملين بالمشروع حتى نبعث في نفوسهم الطمأنينة والذي قد ينعكس على إنتاجيتهم في المشروع. وبعدين نعمل متابعة دورية مستمرة من جانب مدير الخطر لبرنامج التأمين الذي تم اختياره من جانبه، فقد تثمر هذه المتابعة عن أن هذا البرنامج ليس هو الأفضل، نقوم نغير للأفضلية والأمثلية ونغير البرنامج ده إلى برنامج آخر عشان نحقق الأفضلية والأمثلية. يبقى احنا تعرضنا للبرنامج بقى لسياسة التأمين وقلنا النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها عند استخدام سياسة التأمين، وبعدين تعرضنا لإيجابيات سياسة التأمين وسلبيات سياسة التأمين. بعد كده هناخد سياسة افتراض الخطر اللي هي معناها ايه؟ سياسة افتراض الخطر، أنا بتعامل مع الأخطار باستخدام سياسة افتراض الخطر، أنا افترض الخطر كده وخلاص؟ لا، أنا بفترض وجود الخطر، يعني على الشخص متخذ القرار أن يقبل الخطر قبولا تاما وما يترتب عليه من تحقق حوادث وخسائر. يبقى على الشخص متخذ القرار في مجال إدارة الخطر أن يقبل الخطر قبولا تاما متحملا الأعباء التي تنتج عنه من خسائر وخلافه، وتطبق هذه السياسة في التعامل مع الأخطار بطريقتين اتنين: افتراض الخطر وتحمل نتائجه بدون تخطيط سابق، والطريقة التانية افتراض الخطر وتحمل نتائجه مع التخطيط السابق. السياسة الأولى افتراض الخطر وتحمل نتائجه
بدون تخطيط سابق، ودي بتصلح في حالة القرارات المتعلقة بالأخطار غير الاقتصادية، أي الأخطار المعنوية، مثل خطر الخوف على حياة صديق عزيز أو زعيم وقائد عظيم أو رجل مصلح دين، لأن الخسارة التي تترتب على تحقق مثل هذه الأخطار تكون عادة خسارة معنوية في شكل حزن وتقاعس وعدم رضا إلى آخر مثل هذه الأمور المعنوية. كما تصلح هذه السياسة اللي بدون تخطيط سابق أيضا في التعامل مع الأخطار التي يكون ناتج تحقق حادثة خسارة اقتصادية صغيرة وغير متكررة. قلنا أولا تصلح لمواجهة الأخطار المعنوية اللي بيكون نتيجها خسائر معنوية فقط، حزن وتقاعس إلى آخره. قلنا كما تصلح لمواجهة الخسائر الاقتصادية الصغيرة الحجم والغير متكررة، مثل الخسائر التي تنتج للمباني من بسبب هطول الأمطار في بلاد غير ممطرة أو قليلة الأمطار. كما تصلح هذه السياسة في حالة كون توقع الظواهر الطبيعية أو العامة غير متوقع أصلا، مثل خطر الفيضانات في بلاد ليس بها أنهار ولا تسقط عليها أمطار. ومن المزايا الرئيسية لهذه السياسة اللي هي افتراض الخطر وتحمل نتائجه بدون تخطيط سابق، عدم إنفاق أي تكاليف أو حجز أي أموال أو حتى ضياع الوقت في التخطيط للسياسة من جانب المسؤولين. أما السياسة الثانية، النوع الثاني في افتراض الخطر، هي سياسة افتراض الخطر وتحمل نتائجه مع التخطيط السابق، وهذه السياسة عادة لمواجهة عبء الأخطار الاقتصادية. وأهم الطرق التي نتبعها في تطبيق هذه السياسة هي تكوين احتياط عارض لمواجهة الخسائر المالية الناشئة عن أخطار وحوادث متداخلة يصعب فصل بعضها عن البعض ويصعب توقعها من حيث الزمان والقيمة. وده بيتم ازاي؟ عن طريق ايداع مبالغ دورية على ضوء ما سبق تحمله وانفاقه في السنوات السابقة. يبقى الطريقة الاولى هي تكوين احتياط عارض لمواجهة الخسائر المالية التي يكون من الصعب توقعها من حيث الزمان والمكان، ويتم ويساعدنا في ذلك إيداع مبالغ دورية على ضوء ما سبق تحمله في السنوات السابقة. الطريقة الثانية تكوين احتياطي خاص أو مخصص لمواجهة إحدى الخسارات المالية المتكررة والتي يسهل تقدير قيمتها. في أغلب الأحيان، مثل احتياطي استهلاك الآلات والأدوات والأساس والمباني إلى آخره. السياسة اللي بعد كده رقم 3، سياسة الوقاية والتحكم في قيمة الخسارة. بنقول إن هذه السياسة تدخل مع كل السياسات الأخرى كسياسة مساعدة. يعني السياسات الأخرى للتعامل مع الأخطار دايما سياسة الوقاية والتحكم في قيمة الخسارة بتدخل ضمن، تدخل معاها، تعمل جنبا إلى جنب كسياسة مساعدة ضمن أي سياسة أخرى متبعة في إدارة الخطر. لأن استخدام إجراءات ووسائل الوقاية والمنع لتقليل عبء الخطر لما نيجي نتبع أي سياسة زي سياسة التأمين مفيش ما يمنع من إجراءات الوقاية والمنع. لما استخدم افتراض الخطر مفيش ما يمنع
ان يبقى في اجراءات وقايه ومنع، اي سياسه اخرى. يبقى سياسه الوقايه والتحكم في الاخطار تعمل جنبا الى جنب مع باقي السياسات الاخرى كسياسه مساعده. وتعتبر هذه السياسه ضروريه وهامه في حاله اتباع سياسه افتراض الخطر بدون خطه سابقه، حتى لا تقع الخساره كبيره لدرجه ان لا يمكن تحملها. وتمثل تكلفة سياسة الوقاية والبنى في قيمة تكاليف وسائل الوقاية من تركيبات هندسية واختراعات فنية وتكاليف التشغيل والمراقبة المستمرة لهذه الأجهزة. أجهزة الوقاية والمنع اللي هي زي إيه؟ المرشات المائية في كل موقع من مواقع العمل، مواقع الخطر، أجهزة الإطفاء التي توجد في كل موقع من مواقع العمل عشان لما يقوم حريق تستخدم على طول، ونتحكم في قيمة الخسارة نقللها. واللوحات الإرشادية الموجودة في كل موقع من مواقع العمل اللي انت تشوفها قدامك كده، ممنوع الاقتراب، خلاص تقوم توقف عشان ما تدخلش في الخطر. وقلنا تكلفة هذه السياسة هي تكاليف وسائل الوقاية من تركيبات هندسية واختراعات فنية وتكاليف التشغيل والمراقبة المستمرة لهذه الأجهزة. سياسة نقل الخطر رقم ايه؟ آخر واحدة بقى في سياسات إدارة الخطر هي سياسة نقل الخطر لغير شركات التأمين. سياسة نقل الخطر لغير شركات التأمين، يعني أنا سياسة التأمين اللي احنا خدناها في الأول هي نقل الخطر أيضا، زي السياسة اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي الآن. يعني أنا في التأمين بنقل الخطر من على عاتق صاحبه إلى جهة متخصصة في التعامل مع الأخطار وهي شركة التأمين. أما السياسة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي نقل الخطر لغير شركات التأمين، أنا بنقل الخطر من على عاتق صاحبه الأصلي إلى جهة أخرى غير شركات التأمين عن طريق يتم نقل الخطر من طرف إلى آخر عن طريق تعاقد بينهما يترتب عليه التزامات معينة بين متخذ القرار وهو صاحب الخطر الأصلي وبين الطرف الآخر وهو المنقول إليه الخطر. ومن أمثلة العقود التي يتم بمقتضاها نقل الخطر عقود التشييد وعقود الإيجار وعقود النقل وعقود الأمانة. كما تختلف وسيلة نقل الخطر عن وسيلة افتراض الخطر السابقة، حيث أنه في ظل افتراض الخطر يكون الفرد أو المشروع في موقف يسمح له بمواجهة الخسارة، لذلك يتحملها سواء كان ذلك بخطة أو بدون خطة. بدون خطة ده في افتراض الخطر، الشخص أو الفرد بيكون في موقف يسمح له بمواجهة الخسارة وتحملها. أما في حالة نقل الخطر فإن الفرد أو المشروع يجد أنه من الأصلح له ألا يتحمل ناتج الخطر ويكون مستعدا لدفع تكلفة نقل الخطر مقدما إلى طرف آخر سواء تحقق الخطر في المستقبل أو لم يتحقق. إيجابيات سياسة نقل الخطر، السياسة دي لها إيجابيات ولها سلبيات أيضا. الإيجابيات بتاعتها تكلفتها منخفضة. الإيجابية التانية إمكانية التعامل مع الأخطار والخسائر الغير قابلة للتأمين. إمكانية التعامل مع الأخطار والخسائر الغير قابلة للتأمين، غير قابلة للتأمين مش هسيبها بقى، أشوف لها طريقة تانية عشان اتعامل مع خسائرها ازاي. اقول انقل الخطر الى جهة اخرى غير متخصصة في التأمين وفي ظل هذه السياسة. الإيجابية الثالثة امكانية تحويل الاخطار الى جهة متخصصة ومحترفة في هذا المجال للتحكم في الخسائر بالسرعة الممكنة وباقل التكاليف. تحويل الاخطار
إلى جهة متخصصة ومحترفة في هذا المجال للتحكم في الخسائر بالسرعة الممكنة وبأقل التكاليف. زي إيه؟ يعني مثلا لما يكون في شركة بتستخدم الحاسب الآلي في عملها وشركة أخرى بتصنع الحاسب الآلي، تقوم الشركة اللي بتستخدم الحاسب الآلي في عملها بتأجر من الشركة اللي عندها أجهزة الحاسب الآلي كمية معينة من أجهزة الحاسب الآلي، نظير دفع قيمة إيجارية معينة. ده مثال على عقد الإيجار. عندي شركتين اتنين، شركة بتستخدم في عملها أجهزة الحاسب الآلي وشركة بتنتج أجهزة حاسب آلي وتبيعها. فعملوا عقد إيجار لبعض الأجهزة لكمية من الأجهزة مقابل قيمة إيجارية معينة تدفع للشركة اللي هي بتنتج أجهزة الحاسب الآلي. الشركة اللي بتستخدم أجهزة الحاسب الآلي نتيجة الاستخدام حصل عيب، عقد الإيجار اللي عملوه هيقول إن أي تلف أو هلاك أو خسائر لحقت بأجهزة الحاسب الآلي تكون من مسؤولية شركة الكمبيوتر اللي بتنتج أجهزة الحاسب الآلي، وده نظير تكلفة معينة، بس هي تبقى تكلفة بسيطة. فنجد لما يحصل أي حاجة في أجهزة الحاسب الآلي هتبقى من مسؤولية مين بقى؟ العقد الإيجار قال أهو فيه بند بيقول أي خسائر أو تلفيات أو أضرار تلحق بأجهزة الحاسب الآلي تكون من مسؤولية شركة الكمبيوتر اللي بتنتجها. يبقى الشركة بتستخدم أجهزة الحاسب الآلي حصل فيها نتيجة الاستخدام تلف أو خسائر أو أضرار، يبقى المفروض بتنقل الأجهزة إلى الشركة المتخصصة في هذا العمل علشان تصلح الأجهزة بموجب عقد الإيجار اللي اتفقوا عليه بينهم وبين بعض. اتنقلت الأجهزة لشركة الكمبيوتر، هي جهة متخصصة، ومحترفة في التعامل مع مثل هذه الأخطار، هتقوم هتصلحها بأقل التكاليف الممكنة وبأسرع وقت ممكن عشان ترجع وتساهم في العملية الإنتاجية. أنا مثال على الكلام ده. أما السلبيات بقى، سلبيات سياسة نقل الخطر لغير شركات التأمين، بنجد الآتي: فشل هذه السياسة بسبب غموض في صيغة العقد المتفق عليه. يبقى في غموض في العقد، عقد الإيجار اللي أنا كنت بتكلم عليه دلوقتي، بين الشركة اللي بتستخدم في عملها أجهزة الحاسب الآلي وبين الشركة المنتجة لأجهزة الحاسب الآلي، صاغوا عقد إيجار بينهم وحطوا بند فيه غامض يتفهم بمعنيين أو ثلاثة، ثم تصور الخلافات والمشاكل والمنازعات بين الطرفين بموجب هذا الغموض، ويقوم تفشل هذه السياسة. يبقى بنقول سلبياتها إنها ممكن تفشل بسبب غموض في صيغة العقد المتفق عليه. اتنين، السلبية التانية عدم إمكانية تغطية الخسائر من جانب الطرف المنقول إليه الخطر، مع عدم وجود جهة إشرافية يمكن الرجوع إليها في هذه الحالة، كما هو الحال بالنسبة لسياسة التأمين. بالنسبة لسياسة التأمين في هيئة الإشراف والرقابة على التأمين يتم الرجوع إليها عند الضرورة، إنما هنا مفيش جهة إشرافية بتشرف على الشركات دي اللي عاملة عقد إيجار، مفيش جهة. يبقى في الحالة دي ممكن عدم إمكانية تغطية الخسارة، ده ممكن يحصل، وتصور الخلافات والمشاكل والمنازعات بين الطرفين، وتكون ذلك سببا في فشل هذه السياسة أيضا. آخر سياسة بقى في سياسات إدارة الأخطار هي سياسة تجنب الخطر، وتعني سياسة تجنب الخطر وتعني التخلي عن الأخطار الحالية التي تواجهها المنشأة عن طريق التوقف عن إنتاج سلع ومنتجات قد تصيب الأشخاص في المنطقة المحيطة بأمراض مهنية أو يكون لها تأثير عكسي على البيئة والمجتمع.
يعني بنتخلى عن الأخطار الحالية، مشروع موجود وشغال وفي خطوط إنتاج شغالة، فيهم خط إنتاج بينتج بيأثر على البيئة تأثير سلبي أو عكسي، بيعمل أمراض مهنية للناس اللي موجودين في المصنع أو المنطقة المحيطة بالمصنع. يبقى في الحالة دي نقول نتجنب الخطر، نتخلى عن خط الإنتاج ده ونستعيض عنه بخط إنتاج آخر قد يحقق الغرض المطلوب أو أقل منه بشوية. كما تعني هذه السياسة اللي هي سياسة تجنب الخطر الامتناع أو الإحجام عن اتخاذ قرار بشراء عقار أي منزل في منطقة تكثر بها الزلازل، خاصة عندما نتلقى النصح والمشورة من خبير زلازل في هذه المنطقة. أيضا يعني السياسة دي بتعني التخلي عن الأخطار الحالية، وخدنا مثال عليه، وأيضا تعني تجنب الأخطار المستقبلية، الأخطار اللي لسه هتقع في المستقبل نتجنبها. يبقى معنى سياسة تجنب الخطر هي التخلي عن الأخطار الحالية التي تواجه المنشأة أو المشروع، وتجنب الأخطار المستقبلية. تجنب الأخطار المستقبلية زي اللي لسه هتقع في المستقبل عن طريق الامتناع أو الإحجام عن اتخاذ قرار بشراء منزل أو عقار في منطقة سكنية تكثر بها الزلازل، عندما الخبير يقول لي إن المنطقة اللي أنت رايح تشتري فيها المنزل دي منطقة زلازل، يبقى أنا بقى هاخد القرار أيضا بشراء المنزل بعد ما عرفت كده؟ لا، أمتنع عن اتخاذ القرار بشراء المنزل. ومن إيجابيات سياسة تجنب الخطر تخفيض الخطر واحتمال الخسارة إلى الصفر، حيث أنه في هذه الحالة لا يوجد خطر أصلا، مفيش خطر، إحنا تجنبنا تجنب الخطر بالتخلي عن الأخطار الحالية وقفناها، أو تجنب الأخطار المستقبلية لما خبير يقول لي إن أنت راح تشتري منزل في منطقة زلازل أوقف ما اشتريش المنزل. يبقى أنا بكده بوصل بالخطر واحتمال الخسارة إلى الصفر، ودي إيجابية لهذه السياسة. أما بخصوص سلبيات هذه السياسة فقد بنقول عليها أنها من الصعب تجنب كل الأخطار، كما في حالة استحالة تجنب خطر الوفاة بالنسبة لرب الأسرة مثلا. احنا بنقول تجنب الأخطار، هل ينفع نقول تجنب خطر الوفاة؟ هل ده طبيعي؟ هل ده كلام منطقي؟ يبقى لا يمكن تطبيقه على جميع الأخطار، لأن في أخطار معينة من الصعب إن احنا نقول فيها هذا الكلام اللي هو تجنب الأخطار زي خطر الوفاة. سلبية تانية، قد تكون هذه السياسة غير عملية وغير مجدية بالمرة للتعامل مع بعض الأخطار الناتجة عن صناعة معينة مثل صناعة الأسمنت أو البترول أو إلى آخره من الصناعات اللي بتأثر تأثير سلبي أو عكسي على البيئة. فنقدرش نقول تجنب الأخطار نوقف الصناعات دي، من نوقف الصناعات دي ازاي وبينتج من عنها عن هذه الصناعة أرباح ولا أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة للأفراد في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أنه من الممكن استخدام بعض أجهزة الوقاية والتحكم في الخسائر وذلك لتقليل الأثار السلبية التي قد تنتج عن مثل هذه الصناعات. إنما قلت تجنب صناعة الأسمنت موقفة، تجنب صناعة البترول، تجنب كذا، صعب. الصناعات دي لها تأثير واضح وملموس، تحقق أرباح ولها أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة لأفراد المجتمع. احنا ممكن نقول هنستخدم بعض أجهزة الوقاية والتحكم في الخسائر، لكن ما نقولش نتجنبها. يبقى عشان كده نقول السلبية التانية أنها غير مجدية وغير عملية بالنسبة لبعض الصناعات مثل صناعة الأسمنت والبترول إلى آخره. كده يبقى خلصنا المحاضرة الثالثة اللي هي تتعلق بإدارة الأخطار. تعرضنا في الأول، أنا قلت تاني باختصار شديد جدا اللي احنا قلناه في المحاضرة الثالثة ديت، تعرضنا في الأول إلى معنى إدارة الأخطار، المعنى الشامل أو المفهوم الشامل لإدارة الأخطار،
قلنا إن هي اختيار أنسب السياسات أو البدائل للتعامل مع كل خطر من الأخطار وفقا لمعيار علمي سليم، وهو معيار القيمة المتوقعة للخسارة في ظل كل بديل من البدائل. بعمل كل ده بهدف التحكم في فرص تحقق الأخطار وخسائرها، وده بيتم في ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة لكل من المشروع المعرض للخطر والشخص متخذ القرار في هذا المجال والذي يعرف بمدير الخطر. آخر حاجة وصلنا لها مدير الخطر. قلنا إيه هو مدير الخطر؟ عرفنا مدير الخطر وإن المهام والواجبات بتاع مدير الخطر. إن مدير الخطر المهام وواجبات مدير الخطر، رقم واحد اكتشاف الأخطار في كل موقع من مواقع العمل ومعرفة مسبباتها تمهيدا لطرح طرق للعلاج، ثم تحليل الأخطار، ثم قياس الأخطار عن طريق معرفة الدالة الاحتمالية لخسائر كل خطر من الأخطار لاستخدامها في التنبؤ بسلوك الخطر مستقبلا استعدادا لمواجهته. والمهمة الرابعة والأخيرة لمدير الخطر اختيار البديل الأمثل للتعامل مع كل خطر من الأخطار وفقا لمعيار علمي سليم. بعد ما خلصنا مدير الخطر ومهام وواجبات مدير الخطر، انتقلنا إلى سياسات إدارة الأخطار اللي هي سياسة التأمين وسياسة افتراض الخطر بنوعيها مع التخطيط السابق وبدون تخطيط سابق، ثم سياسة نقل الخطر لغير شركات التأمين، ثم سياسة الوقاية والتحكم في الأخطار وخسائرها اللي قلنا عليها. سياسة الوقاية والتحكم في الأخطار تعمل جنبا إلى جنب مع باقي السياسات الأخرى كسياسة مساعدة، كسياسة مساعدة. مفيش ما يمنع إن أنا أبقى عامل تأمين على المشروع وعندي أجهزة وقاية ومانع، مفيش ما يمنع، مفيش ما يمنع إن أنا أكون أقول افتراض الخطر وفي هذه الحالة على وجه التحديد لازم أعمل أجهزة وقاية ومانع. يبقى تعمل جنبا إلى جنب أو تعتبر سياسة مساعدة لكل السياسات الأخرى. وبعدين أخذنا آخر سياسة، سياسة نقل الخطر لغير شركات التأمين، والسياسة اللي بعد سياسة تجنب الأخطار. يبقى كده انتهت المحاضرة الثالثة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير في المحاضرة الرابعة المرة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.